مش هتتخيل الست دي عملت ايه وهي في سنها ده عشان تتسمى باسم فتاة الشيطان الذهبية. بس قبل ما ابدأ القصة عندي طلبين كالعادة، اطفي النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. في 1988 كان في واحد باسم ألفارو مونتويا. الراجل ده كان معاق ومصاب بانفصام في الشخصية، وكان دايما بيحضر جلسات علاجية مع الإخصائية الاجتماعية بتاعته اللي اسمها كان جودي مويس. ولكن مرة واحدة الراجل ده اختفى، وده خلى جودي تحس ان في حاجة غلط، عشان ما كانش من عوايده انه يختفي وما يحضرش الجلسات بتاعته. فساعتها راحت وسألت واحدة باسم دروثيا بوينتي. ولو هتسألني مين دروثيا دي، هقولك دي تبقى صاحبة ملجأ بيقدم شقق للناس اللي فلوسهم على قدهم، وده اللي خلاها محبوبة جدا وسط الناس. بس لما جودي سألتها على ألفارو، دروثيا قالت لها انه سافر المكسيك وبعدها سافر لولاية يوتا الأمريكية. بس طبعا الإجابة دي ما طمنتش جودي خالص، عشان زي ما قلت لكم ما كانتش من عوايد ألفارو ان هو يفوت الاجتماعات بتاعتهم. وده اللي خلاها في 7 نوفمبر 1988 تتصل بالبوليس وتبلغ عن اختفاء ألفارو. ساعتها البوليس اول حاجة عملها ان هم راحوا لشقته اللي كان قاعد فيها، وابتدوا يدوروا في كل حتة على اي دليل ممكن يدلهم على مكانه. وبعديها استجوبوا دورثية وواحد اسمه جون شارب، وده كان واحد من الناس اللي عايشين معاها في الملجأ بتاعها، وفعلا حكوا اللي عارفينه والاستجواب خلص على كده. بس قبل ما الشرط يمشي، جون اداله ورقة في ايده من غير ما دورثية تاخد بالها. الورقة دي كان مكتوب فيها هي خلتني اكدب. وساعتها الشرطي وزميله بصوا على الورقة ومشوا عشان يجوا تاني على طول ومعاهم ناس اكتر. وساعتها استأذنوا ان هم يفتشوا المنطقة، ودورثية ما كانش قدامها حل غير ان هي توافق. وهم بيدوروا لاحظوا ان الارض بتاعت الجنينة لسه مرشوشة وعليها طبقة طينة جديدة، فشكوا اللحظة. ومع انهم كانوا بيقولوا لنفسهم ان اكيد شكهم مش في محله، هم ابتدوا فعلا يحفروا في الارض واحدة واحدة، عمالين يشيلوا في الطينة لغاية لما شافوا منظر ما كانوش متوقعين ان هم يشوفوه. لقوا جثة ألفارو مدفونة في الجنينة، وساعتها أصابع الاتهام كلها كانت متوجهة لسكان الملجأ، عشان طبعا ما كانوش في الاول حاطين في بالهم ان ممكن تكون دورثية ورا الموضوع. دي ست كبيرة يا جماعة، دي قد جدتي يعني. فاللي حصل ان هم خلوها تحت المراقبة، وحتى اليوم ده عملوا تحقيقات معاها ورجعت البيت تاني على طول. في نفس الوقت ده الفريق اللي كان مسؤول عن الحفر في الجنينة بتاعت دورثية لقوا جثة تانية. في الواقع هم لقوا 7 جثث مختلفة، وساعتها طلعوا عشان يقبضوا على دورثية. بس لما دوروا عليها لقوها هربت واختفت، وساعتها عرفوا ان الست اللي شكلها طيب دي ممكن تكون شيطان متخفي على شكل بشر. دورثية اتولدت في كاليفورنيا في امريكا، واهلها الاتنين للاسف كانوا من الناس اللي عندهم ادمان للكحول. ومش بس كده، ده الاب دايما كان بيهدد انه هيقتل نفسه، وفعلا الاب توفى بس بسبب مرض السل، والام توفت برضه بسبب حادثة موتوسيكل. واحب برضه اقول لكم ان دورثية ما كانتش الطفلة الوحيدة ليهم، في الواقع كان عندهم 6 اطفال، وطبعا بسبب ان هم ماتوا دورثية وباقي اخواتها الستة اتحطوا في دار للايتام. للأسف دورثية وقتها هناك ما عداش على خير، عشان الاطفال التانية اللي كانوا في الدار ده كانوا بيتعدوا عليها جنسيا، وده اللي خلاها وهي عندها 16 سنة تتجوز من جندي اسمه فريد ماكفاول. وفعلا حملت وخلفت بنتين، ولكن دورثية حطت واحدة في دار ايتام والتانية بعتتها عشان تعيش مع قرايبها في ساكرامنتو بعد ما اتطلقوا في 1948. يعني دورثية واحدة عاشت في دار ايتام، مش عارف هي ليه خلفت وخلت واحدة من بناتها تعيش نفس التجربة الصعبة اللي مرت بيها. يعني هي شكلها مش طيبة قوي زي ما انا كنت شايفها في الاول. بعد طلاقها ب3 سنين اتقبض عليها عشان اشترت اكسسوارات ودفعت ثمنهم بشيكات مزورة، واعترفت بالكلام ده فعلا لما اتقبض عليها، واتحكم عليها ان هي تقضي 4 شهور في السجن وتفضل 3 سنين تحت المراقبة. بس في 1952 اتجوزت تاني، المرة دي من واحد اسمه اكسل جوهانسن. بس اكسل ما كانش يعرف ان اسمها دورثية، عشان قالت له ان اسمها تيا سنجلالا، وغيرت قصتها تماما عشان قالت له انها من اصول مصرية اسرائيلية. ولكن المهم، عمنا اكسل في الفترة دي لما بيكونش موجود في البيت، دورثية كانت بتعزم الرجالة عندها عشان يلعبوا قمار. بس مع الوقت القمار ابتدى يتحول لحاجة تانية، واعتقد انتوا فاهمين قصدي ايه. وفعلا اتقبض عليها تاني في 1960، عشان هي كانت حرفيا فاتحة محل حسابات كوجهة البيت دعارة،
واتحكم عليها بالسجن لتسعين يوم. بس بعد ما طلعت جوزها وداها المستشفى عشان حاولت تنتحر اكتر من مرة، وكانت بتشرب كحول كتير جدا. ولما الدكاترة كشفوا عليها في المصحة شخصوها بانها عندها مرض الكذب، اللي هو حرفيا مش بتعرف تعيش من غير ما تكذب، وشخصوها برضو انها شخصية غير مستقرة. وبعدها طبعا هي وجوزها اتطلقوا، يعني يمكن احسن حاجة اكسل عملها في حياته يعني. ولكن دي ما كانتش اخر جوازة لدروثية، عشان اتجوزت بعديها مرتين كمان. واكيد طبعا مش محتاج اقول لكم ان كل جوازة كانت مليانة بمشاكل كتير جدا، عشان طبعا عندها مرض الكذب وكانت على طول بتكذب عليهم. بس بعد اخر جوازة في حاجة في دورثي اتغيرت، عشان هي كانت بتحاول ساعتها تفتح مشروع الملجأ ده عشان تساعد مدمني الكحول والمشردين والاشخاص المصابين بامراض عقلية. ويعني انا شايف ان دي حاجة كويسة ان هي بتتغير وكمان عايزة تساعد المجتمع بتاعها. وعلى فكرة هي متغيرتش فكريا بس، لا ده هو حتى كمان شكلها اتغير، من واحدة بتحط ميك اب وتلبس لبس حلو جدا لست بقت تلبس لبس واسع وهدوم محتشمة، وحتى كمان بطلت تظبط وشعرها. المهم في ابريل 1982 كان في واحدة باسم روث مونرو، ودي كانت من الناس اللي كانوا عايشين مع دورثية، ولكن مرة واحدة توفت. وساعتها دورثية طلبت البوليس، لما جم يشوفوا سبب الموت كان ايه لقوا ان سبب الموت كان جرعة مفرطة من الكوكايين، مع ان الغريب ان روث دي عمرها ما قربت من المخدرات في حياتها، فالسبب كان غريب جدا. في التحقيقات دورثية قالت ان روث بقالها فترة في حالة اكتئاب بسبب ان جوزها جاله مرض مش بيتشفي. فطبعا بعد الجملة دي مركزوش كتير في الموضوع وقالوا عادي خلاص، روث كانت متضايقة على جوزها فانتحرت. وفعلا المحكمة قالت ان هي كانت عملية انتحار. بس الغريب ان دورثية ورثت $6,000 من روث بعد موتها. وفي اقل من شهر البوليس جاله بلاغ تاني، بس المرة دي كان من واحد من الناس اللي عايشين معاها مش من دورثية ذات نفسها. الراجل اللي اتصل بالبوليس كان عنده 74 سنة وكان اسمه مالكوم ماكنزي. في البلاغ بتاعه قال ان دورثية حاولت تخدره عشان تسرق اللي معاه، فالبوليس حقق في الموضوع وفعلا قبضوا عليها واتحكم عليها بخمس سنين سجن بتهمة التخدير والسرقة. دورثية في فترة حبسها تعرفت على واحد عنده 77 سنة، الراجل ده كان اسمه إيفرسون جيلماوث، وكانوا في حاجة اسمها أبين بال فرينشيب، بمعنى انهم كانوا بيتكلموا مع بعض عن طريق الرسائل. وبعد فترة مش طويلة إيفرسون كان اول واحد يخرج من السجن، ولكن برضو رسائلهم لبعض موقفتش هنا. وفعلا بعد ما دورثية خلصت 3 سنين من الخمس سنين اللي كانت مفروض تقضيهم إيفرسون جاء وخدها، وفي الفترة دي قربوا من بعض جدا وعلاقتهم بقت اقوى لدرجة ان هم كانوا عايزين يتجوزوا وفعلا خططوا للموضوع ده. بس فجأة إيفرسون اختفى. في الايام اللي هو اختفى فيها دورثية كانت بتعمل تجديدات في الملجأ بتاعها، ووظفت واحد اسمه اسماعيل فلوريز عشان يساعدها في التجديدات دي، وقالت له من ضمن الحاجات اللي هي عايزاها انه يبني صندوق كبير عشان تحط فيه الكتب والحاجات اللي هي مش عايزاها. وفعلا عم اسماعيل عمل الصندوق ده، بس بعد فترة كلمته وقالت له يجي ياخد الصندوق يرمي. وفعلا هما الاتنين خدوا الصندوق في العربية وتحركوا. الغريب انهم خدوا عربية نفس شكل عربية إيفرسون. العربية كان فورد حمراء موديل 1980، وفعلا وصلوا لحته مقطوعه ورموا الصندوق هناك. وفعلا دورثية رجعت وكملت التجديدات في الملجأ بتاعها عادي جدا. بس بعد شهرين في واحد شاف الصندوق ده فراح طالب البوليس. اول ما البوليس وصل اول حاجه عملوها ان هم طبعا فتحوا الصندوق، وساعتها لقوا جثه متعفنه لشخص ميت بقاله فتره. وعايز اقول لكم يا جماعه ان الشرطه ما كانتش عارفه تحدد مين الشخص اللي في الصندوق ده او الجثه دي ترجع لمين، عشان ملامحه من كتر الفترة اللي فضل مرمي فيها شهرين كاملين ملامحه واختفت. الغريب ان في نفس الوقت ده كان لسه في رسائل بتتبعت لاهله ان هو كويس ومش بيرد عليهم عشان هو تعبان مش اكتر. وطبعا اكيد انتوا جمعتوا مين اللي عملت فيه كده. ولو هتسألني على دورثية هقولك ان هي عادي مكملة حياتها عادي قوي، كل هي بتعمله ان هي بترعى الناس، وفعلا هي بترعاهم كويس قوي. والغريب ان بعد كل ده دورثي كانت تعتبر من اكتر الناس المحبوبة وسط الاخصائيين الاجتماعيين، عشان هي كانت بتاخد اكتر ناس حالتهم صعبة وبتهتم بيهم في الملجأ بتاعها. وزي ما قلتلكم معظم الناس دي لناس معاقة ذهنيا لعندهم مشاكل نفسية، او ناس فقيرة او كبيرة في السن، يعني ناس لو حصل لهم اي حاجة
محدش هيسأل عليهم. بس في نفس الوقت ده الجيران ابتدوا يشكوا منها، عشان كان في واحد اسمه شيف. الراجل ده كانت حالته وحشة قوي، وهي كانت بتخليه يقعد يحفر لها حفر كتير جدا في القبو بتاع الملجأ، ويعمل اعمال تانية في الجراج واعمال في الجنينة. والغريب ان بعد ما كانوا الجيران بيشوفوه كل يوم، برضو هو كمان فجأة اختفى. والاغرب ان اي حد كان بيعدي جنب الجنينة بتاعتها كانت بتشتمه بلغة مش مفهومة، وكانت بتكون متعصبة جدا. وغير كده الجيران اشتكوا كذا مرة من الريحة اللي طالعة من البيت، وخصوصا الجنينة. ولما بيروحوا يقولوا لها او يشكوا لها، هي كانت بتقول لهم ان دي ريحة السماد الجديد اللي بتستخدمه. فيعني ماشي، ممكن يقولوا ست مخرفة لوحدها وخلاص. خلينا نرجع دلوقتي للحظة اللي البوليس كان عمال يلاقي الجثث في الجنينة بتاعتها. طبعا الجثث دي كانت لكل الناس اللي انا حكيت عنهم فوق، وناس اكتر كمان انا ما جبتش سيرتهم. وعايز اقول لكم يا جماعة ان كان في جثة واحد متحللة جدا، لدرجة ان في جذوع شجرة خوخ كانت ملفوفة حوالين جثته، ولقوا جثة واحدة تانية باسم بيتي بالمر من غير اطراف اصلا، ولغاية دلوقتي مش عارفين دورثية ودت اطرافها فين. والعدد فضل يزيد لغاية لما وصل لسبع جثث. وانت اكيد دلوقتي هتسألني، طب هي ازاي الست الكبيرة في السن دي كانت بتعمل كل الجرائم دي؟ هقولك ان هما لما حققوا في الموضوع بعدين، لقوا ان اللي كانت بتعمله ان هي بتخدرهم، بعد كده بتلفهم بملاية السرير، وبعدها تسحبهم وترميهم في الحفرة اللي هي عملتها، او اللي خلت واحد تاني يعملها من الناس اللي كانوا ساكنين في الملجأ بتاعها. وساعتها لو كانوا لسه عايشين بعد جرعة المخدرات الزايدة اللي كانت تديها لهم في العصير او في الاكل، كانت بتخنقهم بمخدة. المهم خلونا نرجع تاني للبوليس وعملية الحفر اللي كانت في الجنينة عندها. ساعتها دورثية راحت لمحقق من الواقفين وسألته لو هي مقبوض عليها. ساعتها المحقق قال لها لا، وبرضو اكيد قال في دماغه ان الست الكبيرة دي اكيد مش هي اللي دفنت الناس دي هنا، اكيد حد من الجيران او حاجة. فساعتها دورثية كملت وسألته لو ينفع تروح تجيب قهوة. وساعتها الراجل قال لها خلاص تمام، اتفضل يا حاج، روح هاتليك القهوة بتاعتك. وساعتها فضلوا مستنيينها ترجع، ولكن دورثية ما رجعتش، عشان دورثية كانت هربت وسافرت للوس انجلوس. لما سافرت غيرت اسمها لدونا جوهانسون، وفضلت 4 ايام هربانة. وساعتها الشرطة نزلت صورها في كل حتة عشان لو حد شافها ولا حاجة يبلغهم على طول. في نفس الوقت ده دورثية كانت بتحاول تتعرف على واحد شافته في بار، وقدمت نفسها بالهوية الجديدة بتاعتها، على اساس ان هو ممكن يكون تذكرة ليها ان هي تسافر برا البلد خالص. ولكن الشخص اللي كان بتتعرف عليه ده حس ان هو شافها قبل كده، ولما لاحظ اخيرا هو شافها فين، اتصل بالبوليس على طول. وفعلا البوليس جه وقبض عليها. في المحاكمة دورثية اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة، من غير حتى ما يكون عندها القابلية ان هي تخرج، بس هي كده كده ماتت في 2011 وهي عندها 82 سنة. دورثية بعد ما ماتت حرقوا جثتها ورشوا الرماد بتاعها في حتة مش معروفة. وانا دلوقتي الصراحة مش عارف احدد ايه السبب، هي ليه عملت كده وليه ارتكبت كل الجرائم دي، وخصوصا ان هي ارتكبتها وهي كبيرة في السن. يعني مش عارف ده بسبب اهلها، ولا بسبب الامراض النفسية اللي عندها، ولا بسببها هي شخصيا. ايه اللي يوصل حد ان هو يبقى شطان للدرجات دي؟ والغريب بقى ان في ناس اشترت البيت ده وكتبوا عليه من قدام اللي هيدخل البيت ده من غير اذن هيتخدر وهيدفن في الجنينه.